لقد وجدت رجلا وامرأة في حالة الزنا، هل أذهب بهما إلى الشرطة ليقام عليهما الحد، مع العلم أنهما أخبراني أنهما لن يعيدا ما حصل بينهما من الزنا، وندمت المرأة وبكت، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا أمر خطير، ولا إذا كان معك أربعة، إذا كان معك أربعة شهود يشهدون على ما ذكرت تذهب بهم، ما إذا كان ما عندك أربعة شهود يشهدون على ما ذكرت فالواجب عليك الإنكار عليهما وأمرهما بالتوبة، وإن أخبرت رجال الحسبة لمتابعتهم والنظر فيهم لئلا يستمروا على هذه الجريمة أو يشاركهم أحد، تبلغ الهيئة، ما تقول أني رأيتهم يفعلون كذا لأني مشتبه فيهم وخاف أنهم ما هم على وضع صحيح لأجل المتابعة. أما رميهم بالزنا هذا يحتاج إلى أنك تجيب أربعة شهود، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدوهم 80 جلدة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم.